أوقف الصبح وبالليل على المراية. كنت أحب أغير شيء بحالي، ما كنت مفكرة أني راح أعمل كل هالعمليات. كنت متخيلة حالي إذا شديت من هني شوي ومن هني شوي راح أصير أحلى. كل ما أحس أني أنا محتاجة عملية تجميل وأبي أسويها أسويها. عمليات التجميل لا هي حرام ولا هي عيب، ما في شيء راح يخليني أختار بين عمليات التجميل وشيء ثاني. حسيت ان الدنيا يعني مو شايلتني، اني انهرت، تعبت، تحطمت نفسيا ومعنويا، وياني حالة انهيار عصبي. كسرني موت زوجي الله يرحمه، كان الأخ والزوج والحبيب والابن، يعني كان كل شيء بحياتي. فبعد فترة قلت يا وفاء، يعني أنت لازم تكونين إنسانة قوية وإنسانة تعتمدين على نفسك، وهذه حال الدنيا. أخذ قرار أني أنا أعمل أول عملية تجميل بعد وفاته، بعد ما تحطمت وانهرت وحسيت روحي ضعيفة ووصلت يعني إلى نهايتي. أول مرة إجت هو كرمال بوتوكس وفيلر، إنما وقت شافت النتيجة مرضية صارت تتطلب أكثر وتطلب أكثر وتحسين أكثر، إن كان بجسمها أو بوجهها، وهكذا كان. وكل ما عم تلاقي كانت نتيجة مرضية كانت بترجع بتجدد الطلب لشيء جديد. فت من أيام ما كنت مع زوجي الله يرحمه، بس ما أذكر من أي عمر. يقول لي أنا أحب وفاء مثل ما هي، أنت مو محتاجة عمليات تجميل عشان تسوينها. بس كنت أترجى وأحن عليه وبليز والله يخليك وبدي أعملها وأزن وأزن بعدين يوافق، ولا هو كان يحب شخصيتي أكثر من شكلي. بس أنا كنت أحب يعني كنت أحب أغير، كنت أحب أطور بحالي، أغير شيء بحالي. عشو عم بيفتش الشخص اللي ما بيعمل عمليات تجميل؟ فعلياً عم بيفتش يلفت النظر، يلاقي اهتمام، يلاقي إعجاب، وبالتالي يقوي ثقته بذاته. وهذا بدل قديش هو من الداخل عنده نقص أو فراغ عاطفي كتير كبير بمليه بالعمليات الخارجية، لأنها ستنال إعجاب الجمهور. صراحة مثل بزر، لأني أنا ما كنت عارفة كيف راح يكون شكلي، يعني ما كنت مفكرة أني راح أعمل كل هالعمليات. أول مرة كنت أبي أسوي عملية تجميل كنت عارفة الصورة اللي أنا أبيها، وعارفة أنا شنو الشيء اللي أنا أبي. يعني أنا ما رحت للدكتور جبت له صورة ممثلة وقلت له دكتور أبي الصورة عملني مثلها، لا. فكنت متخيلة حالي والله إذا شديت من هني شوي ومن هني شوي أو ضبطت من هون شوي راح أصير أحلى. فكل ما أعمل عملية وأشوف نتيجتها وايد حلوة وتسعدني وتعطيني باور، فأقرر أعمل اللي بعدها واللي بعدها. لكن للأسف هيدا سبق مع الوقت، لأنه عقد ما بنعمل عملية تجميل عقد ما بالعكس منبطل مقتنعين بحالنا أكثر وأكثر، وهذا أكبر دليل على أنه العملية منا عملية جمال خارجي وإنما انعكاس لاضطرابات نفسية داخلية. عملية التجميل بعضها وقت وعند بعض الأشخاص ممكن تكون هوس، بس نحن بنلقط هالنقطة النفسية عند المريض أو عند هالسيدة أو الرجال حتى كمان، بنلقط هالنقطة وساعتها بنتجنب نعمل له عمليات لأنه ما راح يكون مبسوط. أول عملية كانت عملية شفط،
وحسيت بسعادة لا توصف إن جسمي تضبط وصار حلو وصار أقدر أروح المحلات وأشتري الملابس اللي أسعدت نفسي وايد. أبداً ما حسيت بأي وجع، حسيت بسعادة غامرة. هوس التجميل هو مرض نفسي مرتكز على العديد من الاضطرابات. أولاً اضطراب طبعاً الوسواس بالمظهر يلي هو مرتكز على شخصية بتبقى هشة، أو خلينا نقول شخصية مش مبنية على أسس متينة، بيكون عندها عقد نقص، بيكون عندها قلة ثقة بالذات، بيكون عندها تفاعل مع الآخر مرتكز فقط على المظهر. بشكل عام هالأشخاص هيدولي عندهم بنية شخصية مرتكزة على القلق والخوف من عدم إمكانية إعجاب الآخر، وبيروحوا على عمليات التجميل ليعوضوا هذا النقص والقلق الداخلي اللي موجود من خلال تجميل المظهر. عملت نحت طبعاً للجسم، عملت شفط عدة مرات، أوبر، بوتوكس وفيلر، يعني عدة عمليات كثيرة ما أتذكر، لأن كل عملية أضافت شيء حق وفاء، أعطتني أني أقدر أواصل حياتي بشكل أفضل، ونظرة المجتمع لي تصير احترام أكثر وتقدير أكثر، خصوصاً أني أنا إنسانة طموحة وأحب الحياة وأحب الجمال، والله جميل وحب الجمال. كل مريضة لها شخصيتها الخاصة، هيدا شيء أكيد. أصلاً وقت بتجي المريضة من دون ما تعمل عملية قبل إلا شخصيتها الخاصة، نحن عم نحور جمالياً بعض النقاط حتى نحسن. الإنسان اللي بيعتبر حاله جميل هو إنسان أخذ كم هائل من الحب والرعاية والعناية اللازمة، وهذا الشيء أوله ثقته بذاته حتى ولو هو عنده عاهات وعنده تشوهات، والعكس صحيح. كنت دائماً أسمع صوته بأذوني يقول لي وفاء أنت إنسانة قوية، أوقفي على ريولك ورجعي إلى طموحك ورجعي إلى حياتك وواصلي، وأنا فخور فيك. كل الأشخاص اللي عملوا عمليات تجميل خاصة العمليات المتكررة لن يرى نفسه جميلاً إلا بعين الآخر، وإذا الآخر أعطيه اهتمام منذ البداية بلا ولا عملية تجميل حيلاقي اكتفاء ذاته. إذن العملية هون عملية هوس، نحن على طول عم نفتش نكفي حالنا بشي لنعوض عن شي ما عنا إياه، وكل ما نرمم بمطرح بيطلع مطرح تاني. لا ما أعتقد، لأن كل عملية تضيف لي شيء أكثر. طول ما الله معطيني عمر وصحة وعافية أكيد راح أعمل عمليات تجميل، لأن هذا شيء يسعدني ويفرحني، وعمليات التجميل لا هي حرام ولا هي عيب وصارت موضة الحين. أكيد، وقت بيكون العملية مبررة ما في مشكل. إذا ما فيني أعطيها شيء نتيجة أحسن ما فينا نعمل عملية، ما ألا معنى العملية، ويمكن كمان تضر العملية وما تحسنها. أنا دائماً أخذ قراراتي وأقتنع فيها وأرجع أعمل عمليات ثانية اللي أحس إنها راح تضيف لي شيء وراح تسعدني أكثر. لما بيحصر كل جماله بس بالشكل وبصير عم بيفتش عطول يرمم فقط بشكله، هون نحن منعرف انه في عنا هوس، وانه هيدا الهوس ممكن يكفي. اذا تخطى الست شهور، يعني كل ست شهور عنا عملية تجميل، كل ست شهور عنا عملية اضافية، هون منتأكد انه في عنا مشكلة. طول ما احس اني انا محتاجة عملية تجميل وابي اسويها اسويها، ما في شيء راح يخليني اختار بين عمليات التجميل وشيء ثاني. ولكن لما عمليات التجميل غير مبررة بفعل منطقي، هون نحن طلعنا من المنطق الاعتيادي ورحنا على الإكزاجيراسيون، على تضخيم الصورة. في كتير بيطلبوا طلبات غير مبررة، ونحن هون معودين على هالقصص، وساعتها نرفض نعمل العمليات لأنه رح تنقلب على المريضة، ما رح تكون مبسوطة أبداً من النتيجة. أنا من النوع إنسانة طيبة وايد وأحب كل الناس، بس بعد عمليات تجميل خلتني أشوف معادن الناس ومواقفهم على حقيقتها،
خلتني أكون أقوى وعامل الناس مثل ما يعاملني عامل الشخص. يعني الطيبة الزايدة اللي فيني اختفت، صار مكانها قوة وإصرار. والله جد الناس صارت مزيفين معاي ولا مو معاي، الناس مزيفين والله، ما كنت تعرف منو الشخص الحقيقي من اللي مو حقيقي. كلهم لابسين أقنعة، يطلع القناع ساعة المصلحة حسب المصالح. ولا عملية خلتني أندم، لأن كل العمليات اللي سويتهم أنا كنت حابتهم وأبيهم، فهذا استثمار حق شخصيتي واستثمار لي كوفاء. وفاء الجديدة تعتمد على نفسها، إنسانة قوية، إنسانة صلبة، تقدر تنظم هي حياتها، ما تعتمد على أحد، ما هي بحاجة إلى أحد. وأنا أنصح كل إنسان إنه يحب نفسه ويعمل عمليات تجميل، لأنه فعلاً راح تفتح له آفاق غير ما هو متوقع. كان بالزمانات يقولوا الجمال جمال الوجه، يعني يطلعوا بالسيدة أو بالبنت إذا حلوة وجهها حلو. اليوم صار في نظرة مختلفة للمرأة يلي هو جسمها، يعني عم بتزيد عدد العمليات لتحسين الجسم. مهم نشير كمان انه الهوس بعمليات التجميل بيترافق كتير اوقات مع هوس من نوع اخر، ولكن هن بيصبوا بنفس الخانه يلي هي عمليه التشبيه بفنانه معينه مثلا او بشخصيه بارزه سينمائيا. ليش بيصير هيك؟ لانه بالاساس بيكون عندي اضطراب بالهويه الذاتيه، وبالتالي لانه ما بشبه حالي، لانه ما عندي هويه بحد حالي بحد ذاتي، بروح بفتش اشبه حدا تاني وألبس شخصيته أو أتلبس بشخصيته، وبالتالي بعبي الفراغات اللي عندي إياها بشخصية الآخر. أنا ما احتفظت بالصور القديمة لأنه الصور القديمة تذكرني بموت زوجي وبالآلام اللي عشتها. حبيت أني أبتدي من جديد وأفتح صفحة جديدة وأكون قوية وأتصور صور جديدة. مصرنا بعالم جمال اصطناعي والذي يطغى على الجمال الطبيعي. أكيد الجمال الاصطناعي اللي منعطيه هو جمال طبيعي إجمالاً، يعني ما مش مفروض أنه يكون جمال طبيعي، مش مفروض يبين أنه في تغيرات مهمة بجسم أو وجه الإنسان. نعرف الفرق بين نرمم جمالنا أو نجمل حالنا ويكون عنا هوس بالجمال والتجميل يلي هيدا هو مرض بحد ذاته. كان يبقى عند الأبطال اللوحة، يعني إذا كانت بطلة أو بطل، شائبة معينة، ما كانوا كاملين بجمالهم كرمال يفرجوا أنه جمال اللوحة بأنها مش متكاملة. أوقف الصبح وبالليل على المراية. الصبح أصبح عليها أشوف حالي، وعشية طبعاً أشيل الميكاب وأقول حق وفاء برافو، يومش كان حلو، استمري، أنت إنسانة قوية، أنت إنسانة شجاعة، استمري يا وفاء.